أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية العلاقات البحرينية الأمريكية وما تشهده من تطور وتميز على مختلف الأصعدة السياسية منها والاقتصادية وأشاد سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم في قصر القضيبية سعادة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وما تشكله من أهمية أسهمت بدور فاعل في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وأشار سموه إلى مخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في كامب ديفيد والتي بحثت القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مؤكدا على ضرورة النهي بالمنطقة عن كافة أشكال التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار فيها من جانبه اعرب سعاده السفير الامريكي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على فرصه اللقاء بسموه مشيدا باهتمام سموه في تنميه وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين